السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدعاء من القرآن الكريم من سورة مريم، ونبدأ من أول السورة من الآية رقم 1 وحتى الآية رقم 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. صدق الله العظيم. فأول الدعاء هنا حروف، والحروف في القرآن كما نعلم جميعا إعجاز، وكلنا عارفين إن كان طلب سيدنا زكريا من الله سبحانه وتعالى أن يهبه وليا، يعني يديله الذرية. والله سبحانه وتعالى تقبل من سيدنا زكريا الدعاء. أنهي دعاء؟ اللي هو كاف ها يا عين صاد. يبقى كل اللي نفسه في إن ربنا يعطيله الذرية يدعو بهذا الدعاء. وممكن إن الدعاء بكاف ها يا عين صاد مفتاح كل الطلبات والأدعية، مش بس للذرية. فسبحان الله، ادانا مفاتيح لتحقيق الدعاء. وبرضه هنلاقي سيدنا زكريا لما دعا الله عرض حالته على الله وبين ضعفه لله وما استكبرش، وبرضه طلب منه في حياء وقال له يا رب وهن العظم مني، يعني ضعف العظم مني، عاوز يقول له يا رب انا عجزت وشعر راسي بيض وشبت. بيسترحم ربنا رغم ان سيدنا زكريا عارف إن الله يعلم كل ده، مش مستنيه يدعوه ولا يوضح، بس ربنا بيحب عبده اللحوح اللي كان على طول بيطلب منه وحاسس على طول إنه في أشد الحاجة إلى الله. فما تنسوش أبدا الدعاء، ومن خلال الدعاء لازم يكون هناك ثناء، يعني لازم تبين نعم الله عليك وإنت بتدعي. وأفضل ثناء هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأهم شيء في الدعاء أيضا أن تبين الله كم أنت ضعيف، كم أنت غير قادر على فعل شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس الله بحاجة إلى ذلك، ولكن نحن اللي في حاجة إلى الله. ونعم بالله والحمد لله، وأترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.